السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان سيارة الإسعاف. سنتعلم أوقات الطعام، الطعام الفاسد والطعام الجيد، الجمل الاسمية والجمل الفعلية. الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية وهي الجملة التي تبدأ باسم، أما الجملة الفعلية وهي الجملة التي تبدأ بفعل. في الصباح خرج أمير إلى المدرسة ولم يتناول طعام الإفطار. تعالوا بينا يا أصدقائي نشوف إيه اللي حصل له النهاردة. وفي الفسحة شعر أمير بالجوع. جه في الفسحة يا أصدقائي وبقى جعان. مر بائع متجول أمام المدرسة، جه الراجل بتاع الأكل وقعد يجيله على البوابة ويقول له الأكل بقى والطعام اللي موجود اللي في إيديه. ذهب أمير إلى البائع واشترى منه طعاما، وعندما تذوقه وجده لازعا. قام رايح صديقنا أمير واشترى منه الأكل، ولما داقه جي ياكله يعني لقى حمضان. ياه، طب هيعمل ايه صديقنا أمير؟ عرف أمير أن الطعام فاسد فألقاه في صندوق القمامة. صديقنا أمير اتصرف تصرف صحيح، لما لقى الطعام فاسد قرر انه يرميه في صندوق الزبالة او صندوق القمامة. وبعد فترة وجيزة سمع أمير صوت سيارة الإسعاف. بعد فترة قصيرة كده قعد يتأمل في الأكل اللي هو جابه. لقى سيارة الإسعاف جاية. قام رايح أمير سأل معلمه. سأل أمير معلمه عن السبب. قال المعلم لقد تناول بعض التلاميذ طعاما من البائع المتجول. ده المدرس عارف بقى، قال له ان زمايله كلوا الطعام بقى، ما سألوش ده حمضان ده مش حمضان، قام واكلينه وخلاص. قال امير التذوق نعمة من نعم الله. معنى تذوق يا اصدقائي اللي انا ادوق الاكل، استطعم الاكل كده وانا باكله، علشان ربنا انعم علينا بنعمة التذوق. طب انا اتذوق الطعام ازاي؟ عن طريق اللسان. شطار يا اصدقائي. تعالوا نتعرف على معاني المفردات. البائع المتجول هو الذي يبيع بضاعته في الشارع. ومعنى لاذعة أي حامضا وفاسدا. وجيزة أي قصيرة. فاكرين يا أصدقائي لما قلنا فترة وجيزة أي مدة قصيرة. اقرأ واحفظ وتعلم. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. شكرا ليكم أصدقائي الحلوين، وبكده ينتهي درس النهاردة، واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم ببساطة.